هو الرؤيا بالحق، لأن رؤيا النبي حق، ورؤيا الأنبياء وحي كما نقل ذلك وصح عن ابن عباس، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام سيتحقق سيتحقق. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، شوف المؤكدات اللام ونون التوكيد، المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله. طيب إن شاء الله هنا الله سبحانه وتعالى في الآية يقول إن شاء الله، نحن نقول إن شاء الله لأننا لا نعلم، لأننا لا نعلم، فلما في الآيات والله أعلم قال الله سبحانه وتعالى إن شاء الله؟ قال بعض المفسرين هذا حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لما قال قص عليهم الرؤيا فقال لهم إن شاء الله، وهذا قد علمه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهذا علمه الله سبحانه وتعالى لنبيه وعلمه لجميع المسلمين، عندما تتكلم عن شيء في المستقبل لابد أن تقول إن شاء الله، لأنه لا يعلم أحد ما في الغيب وما في المستقبل إلا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إما هذا كان حكاية ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أو إن شاء الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم المسلمين إذا تكلموا عن المستقبل أن يقولوا إن شاء الله، لأن لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، هذا سيكون في المستقبل، فيعلمنا إذا تكلمنا عن المستقبل أن نقول إن شاء الله، أو إن شاء الله لأن بعض من في الحديبية قد لا يدخل بيت الله الحرام كما وعد الله سبحانه وتعالى لموت أو لعارض، لموت أو لعارض.